الزام الاب بتجهيز منزل الحضانه ايوه الموضوع الثاني الزام دي. الاب بتجهيز بنته ساعه الزواج حلو اتنين الزام ايوه هما شبه بعض قوي على الفترة. اه م. الالزام الاول م. هو انه الراجل انا هرفع عليه قضيه ايوه علشان يفرش أيوة. صح كده؟ صح مظبوط البيت اللي انا عايشه فيه باولاده ايوه اللي هو تهيئه منزل الحضانه آه. ما ده ازاي بقى يا استاذه مها؟ هقول لحضرتك خلينا نقول أول انه يعني مفيش مواد قانونيه في الموضوع اللي هي تعمل الزام على قاضي الموضوع بالحكم الصالح الست في القضية لكن الموضوع بشكل عام كده أو الثوابت بتاعة القانون أنه الطفل نفقته على أبوه أو البنت اللي لسه ما تجوزتش فنفقتها على أبوها خلينا نقول أن احنا نتكلم عن الأولانية اللي هي تهيئة منزل الحضانة أنه المفترض الأب بيجيب مسكن حضانة للزوجة أو, للمط... أطفاله أيا كانت زوجة أو مطلقة أو غيره وفي نفس الوقت بيصرف عليهم وفي نفس الوقت ما ينفعش يعيشوا في المكان دوت على الارض بشكل منطقي كده يعني فبنعمل ايه؟ لازم هي تشتري الحاجات الاول عشان كده بنقول عليها الزام تجيب الفواتير ناخد الفواتير دي نقدمها قدام قاضي الموضوع يلزمه بدفع هذا المبلغ. طب ما هنفترض دلوقتي انا نزلت جبت العفش بتاع البيت ورحت للقاضي ورفعت القضيه فهو راح قال لهم انا اسف جدا انا ده بره امكانياتي انا امكانياتي ان انا اجيب لهم كذا كويس هيحكم على قد امكانياته مفيش مانع اللي هو ايه بقى امكانياته وانا النهارده انا إيه دلوقتي عايزاكي تفهميهم بس عشان مم. لما انا اجي انزل اشتري ما هوقش مني ما تبعديش مني تمام فانا امكانياته دي اجيب منها قد ايه يعني لو هو معاه 10000 جنيه مم. مم. انا اشتري بكام عفش طيب خلينا الاول بس نقول انه مش حكايه مع 10000 جنيه مش 10000 جنيه لان ده ان انت تفرشي مكان ده فلوس مش قليله مزبوط. مش في حدود الربع زي النفقه تقريبا بين قوسين يعني يعني تقريبا بيحكموا في حدود الربع لا مش ده الموضوع يعني لما اجي اجهز بيت مش هشوفهم هو مع 10000 جنيه ولا 20000 جنيه أجيب منهم قد ايه اشوف الحاجات الاساسيه للطفل بمعنى ان مثلا الطفل لازم تلاجه ولا احط اكله فين؟ لازم غساله ايوه بس هو هيقول لك ايه مش لازم بقى تجيبي لي تلاجه بقى عشان تجيبي تلاجه صغيره قد كده تمام اللي هي الحاجات المعقوله اللي اقدر اعيش بيها مش لازم يعني اقول مثلا ايه دي فريزر لا ما هو انا مش هينفع اروح للقاضي اقول له اجيب دي فريزر وهو امكانياته ما تسمحش بدي فريزر مثلا موظف عادي ولا راجل مهني باليوم يعني او حاجه بالشكل ده، لكن لو امكانياته تسمح يجيب كل حاجه كل حاجه بما في ذلك اجر الخادمه او البيبي سيتر يعني لو مفردات مرتبه عظيمه يعني محترمه القاضي يسمح ان انا اجيب ثلاجه كبيره أيوة. بدل ما اجيب ثلاجه صغيره طبعا اجيب سرير حلو انام عليه انا وابني او بنتي طبعا يسمح بده طبعا يسمح بذلك مش بس مفردات مرتب عشان دي حاجه مهمه في ناس اعمال حره رجل اعمال ما عندوش مفردات مرتب لكن عنده شركه مثلا اجيب ما يثبت ان هو عنده شركه اعمل تحرير عن طريق المباحث اجيب حاجه اسمها شاهد استكشاف النهارده قدام المحكمه في حاجه مهمه جدا شاهد الاستكشاف ده ان هو يعرفه شخصيا وعارف إن بيكسب قد كده في الشهر لو انا ما قدرتش اجيب اتحاد مثلا عقد العمل بتاعه بره مصر مثلا بيشتغل بره مصر ما عنديش عقد العمل بتاعه مش قادر اجيب دليل ان هو عنده شركه قد كده او عنده بيوت قد كده او كذا كل الحاجات دي ممكن نثبتها بشهاد الاستكشاف اللي بيساوي مين تحريات. مين تحرق مين شهاده الاستكشاف يبقى حد يعرفه وعارف ان هو معاه فلوس قد كذا او بيصرف يقول ان الراجل ده معاه فلوس أيوة. وبيصرف وبيخرج وبينزل وبيطلع بالظبط كده بالزبط طيب بالزبط لو انا بقى البيت اللي انا قاعده فيه العفش اللي انا قاعده عليه ده بتاعي بفلوسي ملكي هل هو ملزم برضو ان هو يجيب عفش ولا غير ملزم لا هو ملزم ان هو جاهز منزل حضانه لابنه ملوش علاقه انت حاجتك ايه يعني مثلا انت قاعده في بيت عندك اوضه النوم بتاعتك لكن من حقك انت تجيبي اوضه نوم للطفل فاهمه من حقك ان انت تجيبي له عجله من ان انت تجيبي له لا يا شيخ بجد ده موجود في القانون مش في القانون هو ده بقى اللي بنقوله مش موجود نص قانوني ان ما ادفع العجله بتاعت ابنك لا مش كده لكن موجود في القانون ان طول ما انت عندك يسار ابنك يعيش في المستوى الاجتماعي والاقتصادي اللي انت عايش فيه اه اوكي يعني مثلا عندي مثلا حاله الاب عنده بيت تاني والزوجه الاولى ولادها في مدارس ناشونال ومدخل التانيين في انترناشونال من حق هنا الزوجه الثانيه تطلب ان اولادها يبقوا في نفس مستوى اخواتهم من حقي مختصر مفيد انه انا ارفع قضيه بعد ما اشتري الحاجات بالظبط مناسبه لدخله ايوه طيب. طيب والاحتياج الطفل دي مهمه جدا بمعنى انه الاب ملتزم بان هو يحق يحقق حد الكفاف بمعنى برضه لان دي برضه حاجه يعني ايه الناس مش فاهماها كويس انه ما ينفعش مثلا واحد ما بيشتغلش فاقول اصل هو اجيب تحال ان هو ما بيشتغلش وبالتالي ما يدفعش لا مفيش حاجه اسمها كده هو ملتزم بحد الكفاف اذا ما ينفعش بيت هو حد الكفاف يا ما سيدة. لسه بقى هقول يعني مثلا اكيد اذا طفل لازم يكون في ثلاجه ايا كان شكلها بس لازم يكون فيه ما ليش انا يعني ما بشتغلش مش هقدر اجيب الثلاجه طبعا لا اه حضرتك ما تجيبش ما تجيبش تكييف لو انه النهارده بقى رفاهية بس في النهايه اوكي هنشغل مروحه ما تجيبش غساله فل اوتوماتيك بس هات غساله عاديه في إنه... لو انا اشتريت الحاجه والفواتير دي ضاعت مني مفيش ما يثبت انتهينا للاسف لازم الالزام يكون فيه عليه دليل وهو الاصالات عشان كده اسمها الزام